عن أي خلافة تتحدثين؟ هذا زمان ولى يا امرأة. ترى لكثيرين قبلك أن عهدنا قد ولى، المغول وبنو بوي والصليبيون، ولكن كلهم ذهبوا وبقيت الخلافة. الخلافة هي التي حكم باسمها بنو جلدتي من الترك بغداد، هذه هي الخلافة. بينما أجدادك في قصورهم منعمين، ماذا فعل قومك بالخلافة إلا أن ضيعوها؟ ماذا فعلوا؟ أهكذا تراها أنت؟ عرب وترك؟ هل يقوب المسلمين أن أكون أنا خليفتهم؟ أنا خليفتهم مرضاة لله ورسوله. رسول الله الذي تبتغي أن ترتضيه، من سنته الخلافة في قريش، وهذا أيسر ما في الأمر. منذ الساعة أنا قرشي، ما رأيك؟ تسرق الأرض والحكم، والآن تغتصب النسب والدين؟ تأدبي قبل أن تلقي مني عقابا لم تري مثله، تأدبي. ستحصد ما تزرع يا سلطان الموت والخراب، ومهما طال الأمد ستنهار دولتك فوق رأسك، ستنهار.